جوزيه جوميز مكمل مع الزمالك الموسم اللي جاي ولا ينتهي مشواره مع نهاية الموسم الحالي؟ هو عقده ساري اصلا، عقده ساري لغايه نهايه الموسم القادم، وكان الشرط ده مرتبط بتحقيق الكونفدراليه وتم تحقيقه الحمد لله. عظيم. محمد عواد التفاوض معاه لتجديد التعاقد واصل لحد فين؟ لا جديد، هو الزمالك يعني بيحاول يوصل بس لسقف في التعاقدات في الفتره اللي جايه عشان ما يبقاش عبء مالي زي ما هو حاصل دلوقتي. فتم تقديم عرض العواد مناسب وفقا لظروف نادي الزمالك، ولو العرض مناسب ليه طبعا هنبقى سعداء بوجوده، لو مش مناسب برضه كل التوفيق ليه. حتى هذه اللحظه هو مش مناسب بالنسبه له لسه، اصلا لسه الموسم ممتد يعني، لسه لما ينتهي الموسم هيكون في اكيد رد رسمي. عظيم جدا. واحنا شايفين الحمد لله محمود الشناوي يعني عارف الظروف، ساعات في ظروف كده بتحصل سبحان الله، بتبقى ايه يعني مولد لنجوم جداد في الكره المصريه. صحيح. فاتمنى ان الشناوي يكون من الناس اللي بتستفيد من الظروف دي، موهبه كبيره، وفي عندنا عمر عبد العزيز موهبه فذه برضه في حراسه المرمى. فان شاء الله يعني يكون في يعني تطور في مركز حراسه المرمى الفتره الجايه باذن الله. هل بتتواصلوا مع لاعبي نادي الزمالك مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد؟ بتدعمهم، بتساندوهم، بتساندوا باقي اللاعبين في المنتخب كمان؟ لا اكيد طبعا، كل الدعم لرجاله مصر كلها، احنا ما بنحبش حكايه لعيبه الزمالك والاهلي وغيره، هم كلهم لعيبه منتخب مصر وبندعمهم كلهم وربنا يوفقهم ويجيبوا لنا ميداليه. الولاد صراحه كانوا رجاله وعملوا اداء مشرف في الكره المصريه. وكانوا يعني الحمد لله على كل شيء، بس كان ممكن يعني يوصلوا النهائي، لكن برضه اداء بطولي ورجولي منهم صراحه. هل وصل فعلا عرض فرنسي لزيزو لنادي الزمالك بيخص زيزو خلال هذه الفتره؟ لا، حتى الان لم تصل اي عروض رسميه لزيزو. لكن طبعا زيزو لعيب كبير ونجم وعمل اداء هايل وقائد حقيقي لمنتخب مصر الاولمبي، ووجوده اعتقد كان ليه دور كبير قوي في النتائج اللي اتحققت. لكن لما يبقى في عرض لزيزو برضه الموضوع مش هيبقى سر، هيعلن وهيدرس وكل عظيم.